صباح الخير اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ المهم انا فك بكري بس نجمع هنايا. المهم غادي نحيد هذا الموكت هذا. شوفوا شوفوا حالته حالته كي داير. عمر بالله ورقه ليلى كتقطع الورقه، ودابا غادي نحيد اخواتي بس نسبنو في برا. هانتم كل شيء حيدته سخفت. هانت
وصافي من بعد ما ساليت انا سبنت هادولي طبيات اللي كان هنايا في الارض، كان موسخ وخاصه يسبن. وداك ساعه خليتك تكتر تما وبلاتي ندي ان شاء الله فوق السطح باش يناشف. وصافي هنايا بيت الناس حيد الفراسه وبدلته، وحتى هنايا صيخته، يعني ما خليت ما صيخت بصراحه. راحه يا سلام يا سلام، شحال راحة، الحمد لله. ولكن عرفتوا شحال تعذبت بزاف. داك سالي تنحيد الموقيت عذباتني بزاف صراحة، ولكن الحمد لله. المهم ديك ساعة صيقت البيت، صيقت الكوزينة، صيقت الصالون، صيقت كل شيء، صيقت المايدة. ولكن ديك ساعة كانت قبل بديت الشقة، قلت محمد سير خليني يعني خليني نتشقى ولا خليني نخمل الدار، لأنه قريب يجي البرد إن شاء الله. واحد وقت البرد على حسب وقت البرد، يعني واحد ما فيه تنوض على حسب البرد بزاف، خاص غيت كيف جوة البطانية. صافي داك الساعه قلت لمحمد سير ودي ودي الدراري عند خالتي، بس خليني نشقه براحتي، بس ما يبزطوني زعما. وانتم شفتوا قبيله شحال ثقيل ثقيل ثقيل، هذولي فوطي ثقيل بصراحه اخواتي. عذاب بس تحيد هذا موقع. وداك الساعه حيدته، يعني خليت محمد يدي المول ديال مول ديال هادولي كيغسل الزربيات، وقلت له دي تما بس يتسبن مزيان. الحسب صعيبة بزاف بس نسبن، انا نطلع فوق السطح نسبنه، لانه ضروري نسيخ اول فوق السطح بس نسبنه. وعرفتو شحال كبير، تقريبا عامر هادولي صالون ديالي تما، تقريبا كامل هذاك شيء عامر. ولكن الحمد لله بعدها صافي. المهم اخواتي شحال راحة. وهذا هي نهاية الفيديو، كنتمنى انه عجبتكم هذاك الشيء، وما تنسوا ديروا اللايك وتبارتجوا هذا الفيديو. نشوفكم في الفيديو اخر، مع السلامة.